السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتنا مشاهدي برنامج ناس وحراس، نحييكم في هذه الليلة الخاصة، هذه الليلة الإيمانية المباركة، ليلة إضاءة فانوس رمضان من مؤسسة برج اللقلق على كتف المسجد الأقصى المبارك، ليلة تاريخية بكل معنى الكلمة تشهدها القدس في كل عام. نبث لكم هذه الحلقة من برنامج ناس وحراس في ليلة فانوس القدس الذي ينير الكون كله. لا خليكم معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. نتعرف على حضرتك. صابرين رازم. صابرين رازم. صابرين رازم، اهلا وسهلا، كل عام انت بخير. انت بألف خير. مبسوطين بهالليلة؟ والله كتير الحمد لله مبسوطين. شو بتعني لك هذه الأجواء وإضاءة الفانوس؟ والله أجواء زي كل سنة، أنا من البلدة القديمة وعن جد بفخر بهالمناسبة، وكل سنة بطلع وبنبسط أنا وأولادي وعن جد إشي حلو، وإن شاء الله بضل على طول السنين هذا الإشي. شعبنا قادر إنه يخلق الفرح برغم النكد. طبعا يعني تنهيدتك لحالها بتكفي. بالضبط، التنهيدة هاي لحالها. الحمد لله على كل شيء، دائما الحمد لله. هدول أولادك؟ تعالوا تعالوا نعيد عليكم كلكم، تعالوا. طيب بدنا نسألك سؤال، وهذا سؤال عليه جائزة. اها تفضل. يلا، مش عشان عمك، تعالي عمها، عمك ولا خالك على الحج؟ ايه خالك. السلام عليكم. وعليكم السلام، كل عام انت بخير حبيبي. انت بألف خير وصحة وسلامة. خليكي السؤال إليك. كل عام انت بخير. وانت بخير والصحة والسلام حبيبي. عبد الجليل الرازم. نعم. من عائلة الرازم. اي نعم. اشهر من نار على علم. نعم صحيح. فرقة الرازم للأناشيد الدينية والمناسبات. نعم. الليلة شاركتم كما كل عام وقدتم المسيرة من باب حطة إلى برج اللقلق لإضاءة الفانوس. صحيح نعم. كونك مقدسي سكان البلدة القديمة على باب حطة، ماذا يعني لك هذا؟ والله هذا يعني لي الفخر والاعتزاز بجاهد سكان هذه البلدة القديمة، ورثت هذا المكان عن أبائنا وأجدادنا. هذه قدس الأقداس، هذه القدس المقدسة، احنا نحافظ عليها بهذا التراث الجميل اللي احنا بنقوم فيه، وبندخل الفرحة والسرور لقلوب الوافدين الى المسجد الأقصى. طبعا بنشاركهم بالأناشيد الدينية والمدائح النبوية، وايضا الكثير من الامسيات الرمضانية راح تكون ان شاء الله خلالها. اكيد اكيد في رسالة الى كل انحاء العالم، في رسالة للشعب العربي للإسلامي، شو الرسالة اللي بتوجهها بهذه الليلة؟ احنا رسالتنا بهذا الشهر الفضيل بنقول للعالم انه اهل القدس بخير، فهل انتم بخير؟ يعني هذا جواب بألف ألف سؤال، بس هذا ما عليهوش جائزة يا سيدي. جائزتي وجائزتك انه احنا هون. نعم، هذه اكبر جائزة، وجودنا بهذا المكان بهذه القدس هو كنز. كيف شايف لي هذه الاجواء؟ هذا اجواء مقدسية الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله بتدوم وبنضل صامدين في هالبلد بإذن الله. امين امين امين.
كنت تتخيل انه 20,000 يجوا الليلة؟ مستحيل. انا كنت متخيل بس مش هذا الكم. شو اللي جمع هاي الناس؟ ما شاء الله النفس المقدسي اكيد، هذا اول شغلة. وثاني شغلة اللي هي اللي يعني الناس الحلوة فعلا، والناس اللي زي افضالك برضه على راسي، يعني لما بسمعوا الاسم دغري بيجوا. الله يرضى عليك، احنا اللي بنتشرف فيكم. بنتشرف فيه والله. يعني يعني احنا سكان البلد القديمة، انتوا دائما البرنامج هذا اسمه ناس وحراس، واحنا بنعتبركم من حراس هذه المدينة. بإذن الله احنا حراس. اسمع انت وخالك السؤال، في عنا سربين حمام طايرين بقبال بعض، تمام؟ اذا واحد راح على السرب الثاني بصيروا قد بعض، واذا واحد من اليمين راح على الشمال بصير هذا ضعف هذا. اكم سرب؟ قديش هدول وقديش هدول؟ قد بعض عديد البسط. إذا واحد طار من الشمال لليمين بصيروا قد بعض، بس إذا واحد طار من اليمين للشمال بصير الشمال ضعف اليمين. بفرقوا رقم واحد، نحسبهم حبة حبة تقريبا. يعني قول. أنا بقول نفس الإشي. نفس الإشي بس مش نفس الإشي. خمسة. خمسة وإيش إقبال؟ خمسة إقبالهم. يلا قولي بتفرقهم خمسة. لا بتفرق اثنين عنهم سبعة. يلا خمسة قبال سبعة. كيف يصير؟ يلا خمسة قبال سبعة. نعم. إذا طار واحد صلي على النبي برجع. إذا طار واحد، إذا طار واحد على اليمين بصير خمسة هون تمام. خمسة هون وأربعة هون بصيروا خمسة وخمسة. بس إذا طار واحد من من الخمسة على السبعة قديش بصيروا؟ من الخمسة على السبعة قديش بصيروا السبعة؟ ثمانية. وقالوا لك نقص منهم واحد بصير أربعة. برافو عليكي، يعني مع الدفش زبطت معاكي وإجابتك إجابة صحيحة. مبروك عليكي، منقدم لك هذه الجائزة من برنامج ناس وحراس تقديرا لصمودكم وصبركم في هذه المدينة. ألف مبروك، كل عام بخير. سؤال، أول دولة إسلامية سمحت للمرأة بالتصويت؟ بالتصويت؟ بالتصويت في الانتخابات. أول دولة إسلامية سمحت؟ ما بعرف أنا. ما بعرف. أول دولة إسلامية سمحت للمرأة بالتصويت؟ والله ما مر علي أنا. أول دولة؟ ما مر علي. ما بتذكر. جبنا إشي سهل يا حسين. تركيا ممكن. تركيا. مين؟ تركيا. تركيا، برافو عليك. بشوفك صفنت، رحت للعثمانيين وعودت رجعت. لأنه هي من الدول العثمانية القديمة أو العريقة. صحيح، هي من الدول الإسلامية العريقة، وتركيا هي أول دولة سمحت للمرأة بالتصويت في الانتخابات. كان يدرس من ورانا يا أستاذ، كان يدرس من ورانا. ذاكر من ورانا يا راجل. أحلى جائزة لك من برنامج ناس وحراس على أنغام طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. برنامج ناس وحراس بقدم لك هذه الجائزة بمناسبة رمضان، وهي رمز محبة من البرنامج لكم. جر العربي لحالها. هاي البنت هون، احنا هيك بنحمل البنت وبنحط الاغراض بالعربيه. قول زي ما بتقول لك المره بتسوي هي هيك عادي. اسمع هالايه الكريمه، بدي منك هالجواب. انا طبع. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللي بحب يغش شو يجي. تعالوا 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 عشان تغش شو. الله يسعد مساك. سلام وانت بخير. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. تعرف حضرتك امرام السلايمه. اهلا وسهلا يا امرامي، كل عام وانتم بالف خير. وانت بالف خير بالصحه والسلامه يا رب. كل سنه باجي عشان اشوف هالاجواء الحلوه وننبسط ونكون نحس انه عن جد اجواء رمضانيه ونكون مبسوطين فيها. يعني طيب انا بدي اوقف بين الشبين وبدنا نسمع انا وياكم هالسوره. صار يمضغ هلا، بدي اشرح من المضغ. شو هذا يا زلمه بده يمضغ؟ بدنا نسمع سوره كل اعوذ برب الفلق مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. السؤال إلك، بيقول تفضل. شون يعني النفاثات في العقد؟ هي شوف بعديها بتيجي ومن شر حاسد إذا حسد، بس شو هم النفاثات في العقد؟ والله ما عنديش علم، والله الصراحه
تعرف شو النفاثات في العقد؟ تعال يا أبو المضغ، تعرف شو النفاثات في العقد؟ ما بعرفش. ما هم من هم شو النفاثات في العقد؟ مين؟ بتيجي بعديها آية ومن شر حاسد إذا حسد. شو يعني النفاثات في العقد؟ هم اللي بيبقوا طريقة حياتهم غلط. شو بيعملوا هدول؟ الأسحار. ومن شو بيعملوا؟ الأسحار. مش الأسحار بيسموها السحر. السحر. السحر بيعملوا. مش الأسحار. الأسحار هو الذكر في الأسحار، ذكر الله. ولكن شو بيعمل النفاثات في العقد؟ إيش؟ سحر. هم اللي بيعملوا بيعقدوا الخيوط وبيعملوا. لا. حسبي الله عليهم. الأعمال. حسبي الله عليهم. حسبي الله عليهم. طيب السؤال بيقول هيك، الساحرات هن من ينفثن العقد في الخيط من أجل السحر. صحيح ولا غلط؟ في هذا الكلام منه صحيح، ذكر بالقرآن الكريم. 100% جوابك جواب صحيح. ألف ألف مبروك عليكي، جائزة مقدمة إليك من برنامج ناس وحراس. رمضان كريم وإن شاء الله بتكون كل أيامك فوانيس. اسم أشهر من نار على علم، الشيخ فراس القزاز، مؤذن ومقرئ المسجد الأقصى المبارك. الليلة احتفيت بنا واحتفينا بك وكلنا احتفينا في القدس. إن شاء الله. أن يقف الشيخ فراس القزاز هذا الموقف في هذه الليلة المهيبة، ماذا يعني لك القدس؟ والله يا سيد الفاضل، نحن يعني وعينا على هذه الحياة، ويعني شاهدنا الذين قبلنا كانوا يحيون هذه الأمسيات الرمضانية وغيرها من المناسبات الدينية التي هي جزء من تاريخ وعراقة هذا البلد القدس، المسجد الأقصى المبارك. فإني أنا أكون واقف أمام الجمهور وأشاركهم هذه الأمسيات وهذه الفرحة، فهذا بالنسبة إلي شيء يعني لا أوصف سعادتي صدقا. يعني شو بتشعر أنت وانت داخل على غرفة الأذان بتقول الله أكبر الله أكبر؟ والله يا سيدي هذا سؤال صعب شوي. من الأقصى يعني، من الأقصى مش من أي مكان. يعني أنت، أنا لما قبل ما أدخل على غرفة الأذان طبعا ببلش أحمل المسؤولية، لأنه أول إشي الأقصى، المسجد الأقصى له رهبة خاصة، يعني هذا أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث المساجد التي يشد إليها الرحال، لا سيما أنه هو في القدس الشريف الذي عرج منها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالأنبياء والمرسلين. فكل وطأة نوطأها على الأرض قد هناك صلى عليها نبي ورسول. فيعني لما أدخل أنا غرفة الأذان طبعا هون بتبدأ المسؤولية الكبيرة. والله يا أستاذ حسام، وأنت أبا عن جد أهلا لهذه المسؤولية، لا يسعنا إلا أن نقول لك كل عام وأنت وأسرتك وكل مقدسي بألف خير. الله يبارك فيك أستاذنا، أنت كمان حبيب الجماهير وحبيبنا، والله بنقول لك وأنتم بألف خير وصحة وسلامة، أعاد الله علينا وعليكم هذه الذكرى ونحن في أحسن حال وأهدى إبال وقد تحررت القدس إن شاء الله. الله بأنفاس الشيخ فراس القزاز، مؤذن ومقرئ المسجد الأقصى المبارك، وظل معنا حتى نهاية هذا الحفل، هذه الليلة الخاصة وهذه الحلقة الخاصة من برنامج ناس وحراس.